أكد وزير الخارجية رئيس مؤتمر المناخ كوب 27 سامح شكري الانفتاح على التعاون مع كل الأطراف لضمان انتهاء المؤتمر بنتائج يتم الاتفاق عليها. جاء ذلك خلال ترأسه جلسة إحاطة خاصة للجلسة العامة للمؤتمر، تم خلالها استعراض سير العملية التفاوضية حول مختلف البنود المطروحة على أجندة مؤتمر كوب 27 منذ بداية المفاوضات وحتى اليوم. السادة الزملاء، عبر العام الماضي وفي خلال العشر أيام الماضية كان هناك رسائل قوية من العلوم ومن البشر ومن الخطوط الأولى تذكرنا بخطورة الموقف والتكلفة الخاصة بعدم الفعل وأهمية المفاوضات. أيضا سمعنا رسائل قوية تطالب بالطموح الخاص بالنتائج التي تسعى إلى التنفيذ فيما يتعلق بالمدى والسرعة. رؤساء الدول والحكومات أيضا أظهروا التزامهم ورغبتهم في أن يكون لديهم المزيد من الطموح، والأمر يعود لنا الآن لكي ندرك في هذه المناسبة أن هناك استجابات وهناك دعوات من مجتمعاتنا في كل أنحاء العالم وتتطلع للمزيد من النتائج. الوقت ليس في صالحنا والعالم يشاهد، دعونا نتحد وننجز العمل الآن.